اهلا بيكم في حلقه جديده من عمايل ايديا. النهارده هنعمل مع بعض كشري وهنحط التاتش بتاعنا بتاع عمايل ايديا، وهنعمل مع بعض شعريه بالسكر. يلا نطلع فاصل ونبدا مع بعض. نبدأ مع بعض بأول وصفة معانا وهي الكشري. هقول لكم كده بسرعة على المقادير. معانا مكرونة سباكيتي مسلوقة ومكرونة خواتم مسلوقة. عندنا البصل مقلي، طبعا عارفين هتقلوه كويس جدا بالزيت، وهتحطوا عليه رشة ملح وهو بيتقلي علشان يعمل الكريسبي الحلو ده، يبقى مقرمش وجميل. عندنا هنا بقى ده حتة منتجات الشطة بتاعتنا، عندنا الصلصة، عندنا الفلفل القرون، عندنا الهريسة أو الشطة القوية، وطبعا هنا عندنا الشطة السوداني، ودي بقى علشان نعمل بيها أحلى صوص جميل انتوا عارفينه اللي هو بيكون بالخل. عندنا الكمون، عندنا الثوم والكزبرة، وعندنا طبعا الطماطم والزبيب، ده بقى التاتش بتاعنا اللي احنا هنقدمها، والبصل والرز. أول حاجة كمان عاملينها هنا أنا علشان نكسب وقت دلوقتي، العدس معانا أنا حطاها في مية يتغلي علشان أبدأ أخد المية بتاعته والعدس ونعمل الشعرية والرز ويطلع حلو جدا. تعالوا بقى إيه مع بعض كده نقول سريعا، أنا هنا علشان أعمل الصلصة الزيت اللي كنت حطاه في حطة البصل فيه هاخد نصه وأعمل الصلصة بيه، فهيكون أوكي كده أهو، وهخلي البواقي دي فيه مفيش مشكلة، هيبقى حلو جدا. أوكي هنحط بقى بصل مع البصل ده، يلا نحط البصل. عايزين نعمل بقى إيه صلصة كده حلوة. اهو الكمون بقى يا جماعه هو اهم حاجه، الكمون في ال كده الكمون هيبقى جميل جدا مع ايه، مع الرز والعدس وكده يطلع طعمه تحفه. اهو كده تمام، وهحط بالظبط ايه معلقه صغيره قد غطا علبه الخل اهو اهو تمام. والشطه بقى يا جماعه القرون علشان يبقى الصوص حلو ومشطشط هنحطها مع ايه كده علشان يبقى مشطشط وحلو، والشطة والبودرة اهو. بصوا بقى كده بدأت ايه تعمل، اقوم انا حط الطماطم وهنزل الصلصة، هقلب اهو، وايه الصلصه بقى تتسبك، بس الاول هزود لها ملح وفلفل، فلفل كده ايه خفيف. كشري بقى من الحاجات الحلوه الجميله اللي لما بتعمل في البيت صح ومظبوط هيطلع حلو جدا جدا جدا، وانا حماتي مشهوره جدا جدا بالاكله دي، فايه اهو تمام كده. يبقى كده البصل اللي حمرناه معاه شويه ملح علشان يبقى كريسبي وحلو كده مقرمش معانا، وقسمت الزيت بتاعه، عملت شويه فيهم الصلصه. الصلصه عملناها ازاي؟ صلصه الكشري تعالوا نقول مع بعض عملناها ازاي.
اهو جبنا اول حاجه البواقي بتاعت الزيت معاها في كده شويه من بواقي البصل نفسه، حطينا بصله شويه ثوم بصله مبشوره خالص وشويه ثوم، حطينا بسم الله الرحمن الرحيم الشطه، وحطينا قرون الشطه تتحط مع الزيت كده والبصل عشان قبل ما نحط الطماطم تدي للصوص الشطشطه الحلوه، وحطينا بعد كده الطماطم بتاعتنا المضروبه في الخلاط، وحطينا ملح وفلفل مع الايه الصلصه، تمام كده. وهنسيبها بقى تستوي، وعندنا هنا زي ما احنا شايفين انا ما طلعتش العدس من الميه المغليه بتاعته او من سلقه، شايفين ازاي، علشان يبقى زي المحلات بالظبط. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا الميه بتاعته الغامقه هي دي اللي انا هحط فيها الرز علشان يطلع غامق سنه زي ايه المحلات، تمام كده. نجيب هنا الحله دي وايه اعمل بقى الشعريه، تمام. لو متبقي زيت زيادة من تحمير البصل يبقى نستخدمه بدل ما ايه ما يتهدر، نستخدمه في تحمير الشعرية اهو، نحط كده وايه احمر بقى الشعرية بتاعتنا، ادي الشعرية وادي الرز، الشعرية بقى نديها ايه شوية ملح علشان التوم لما يجي معاها اهو، وايه نقلب بقى. يلا الاكلة دي بتبقى حلوة جدا 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 لو زي ما اتفقنا عملناها صح وعرفنا نظبطها بالمقادير بالايه بالتكات الصغيرة، هي ايه بتبقى تركات كده بس، احنا وانس ان احنا زبطناها خلاص. هنحمر بقى الشعرية، وبعدين احنا عندنا كيس العدس عليه نص كيس الرز، كيس عدس عليه نص كيس رز، لان العدس لازم يبقى اكتر من الرز، اوكي كده. وزي ما اتفقنا مية العدس اللي احنا سالقين العدس فيها هنخليها مش هنطلعها، اوكي هنخليها مش هنطلعها كده اهو. تعالوا نشوف ايه اخبار الصلصه وايه عايزه ادوق علشان اعرف اظبط ايه. دايما زي ما اتفقنا هندوق كل شويه وهنسيبها تتسبك. حلوه جدا، عايزاها تاخد لون، اول لما تاخد لون هدلق عليها الرز وايه ونعمل بقى الرز مع العدس مع الشعريه يستووا مع بعض، ونحط عليهم كمون حلو قوي علشان الكمون بيدي طعم حلو جدا جدا للرز بالشعريه بالعدس، اوكي الكمون اهو كده تمام. وعايزين بقى نشوف سيرفيس كبير قوي قوي نقدم فيه بقى طبق الكشري ده، يبقى وليمه ما يبقاش كده حاجه نعديها بالساهل، لا ها. يلا لسه هنا عندنا بيت ايه الشعريه بتاخد لونها، تعالوا اما نشوف النهارده هنتكلم مع بعض بايه، نتكلم في ايه النهارده، هنتكلم في شويه حاجات كده للتنظيف وايه تريكات خفيفه نتكلم فيها مع بعض. اول حاجه عندنا تنظيف فتحه العلب، فتحت العلب عشان ننظف الشفره بتاعتها، هنحط فوق ايه فرشه السنان صابون اللي هو مضاد البكتيريا، وادعكها كويس جدا جدا جدا، وبعدين هشطفها. واهم حاجه ان ايه ان انا ادخل كويس جدا فيها، وكل شويه لازم ان انا اعمل الحركه دي علشان ايه يعني يبقى حلو ويبقى نظيف على طول معايا، اوكي. بعدين عندنا بقى الـ الـ الاطباق اللي هي اهو بصوا بدا هنا يتحمر اهو، بس ايه شويه بس، فانا هقلب عشان كله ياخد التحمير. استنوا بقى معلش يا جماعه ايه نتكلم في بقيه التنظيف بعد ما احط دي، عشان الشعريه برضو بتبقى حلوه لما تبقى واخده لون، بس ما تتحرقش اوعوا الشعريه تتحرق منكم اهو كده اهو،
تاخد لون علشان ما يبقاش زيها زي الرز. وننزل بقى عليها الشعرية والرز كده مع بعض. هرش بقى عليها ايه؟ الكمون وبرده شوية ملح تاني عشان انا محطيتش ايه ملح كتير. ونقلب بقى ياخد الريحة كلها. وبعد كده يقوم نازل على ايه؟ ينزل على العدس ويستوي مع بعض. ونزود المية شوية. تعالوا نشوف ايه. كده تمام. يلا بصوا بقى كده يتقلب مع بعض اهو. واقوم ايه مزود عليه الميه شويه بس مش عايزينه يعجن، بنزوده على يعني صباع اهو. معانا هنا الميه المغليه، يبقى بس مغطي الموضوع صباع بس كده. هنديله كده ايه تقليبه واسيبه يستوي. تمام. تعالوا بقى هنا نشوف الصلصة. تمام الصلصة جاهزة واتسبكت اهو. تعالوا بقى ايه نبدأ نعمل التقديم بتاعنا. حابين تستخدموا نوع مكرونة واحد ممكن، بس يعني بتبقى ألذ طبعا وأطعم لما نستخدم النوعين اهو. ونعمل بقى طبق حلو كده كبير يقضي ايه الشارع كله وكلنا نشارك بعض. ويا ريت زي ما اتكلمنا في رمضان عن موضوع الجيران، ايه رايكم ان احنا نكمل موضوع الجيران ونكمل ان احنا دايما نبعت للجيران حاجه من اللي احنا عاملينها؟ ان شاء الله طبق صغير جدا بس اللي هو بنقول لهم احنا فاكرينكم ولسه في ما بيننا حب وفي ما بيننا موده ولسه بنخاف على بعض، مش ايه مش كل واحد ناسي التاني وخلاص. ومفيش حد عارف جيرانه دلوقتي مش زي زمان، محدش عارف ايه زمان الجيران كانوا كله 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 صحاب، دلوقتي ما بقاش فيه طبعا الكلام ده زي ايه زي زمان. تعالوا بقى ما نشوف التقديم يلا على ما الرز ايه يتعمل كويس اهو. يلا هحط هنا بقى المكرونه اهو. نعملها بقى طبقات. ووقت الايه الاكل هنقوم مقلبينهم مع بعض. وتعالوا نطلع الزبيب بقى نصفيه. اهو نكمل بقى موضوعنا عن ايه التنظيف في البيت والحاجات اللي احنا بنحتاس فيها. عندنا الاطباق اللي هي اللي مش بيلزق فيها الحاجه، الاطباق دي علشان ما ناخدوشهاش هنعمل نحط فيها شويه ميه يتغلي وبعد كده نرمي. هتلاقوها هتعملوا كده هتلاقوها اتعملت، ممكن تعصروا عليها ليمون، ممكن تحطوا فيها شويه خل وتسيبوها تغلي. اول لما تترموا الميه المغليه هننضفوا كده بالليفه الطريه اللي ما بتخربش، هتلاقوها ان هي نطفت وبقت زي الفل. وهتخلي يعني هتلاقوها طفت على الوش بتاعت الميه. وبعدين لو بيض على الارض طبعا بيقلب ريحه البيت كلها، فاحنا عايزين نفهم من الحته دي ان احنا ننظفها بطريقه ذكيه علشان الريحه. فعندنا هنا
أول حاجة هرش عليها ملح وهسيبها كده كام دقيقة، وبعدين هنضفها بحتة قماشة طبعا بقى على طول إيه شوية صابون أو خل، هتلاقوا الريحة إيه راحت تماما وبقت زي الفل. تعالوا بقى كده نشوف عندنا الرز اتشرب المية ولا لسه، هو خلاص قرب قرب جدا، حلو قوي. إيه رأيكم دلوقتي نطلع فاصل نظبط هنا الأكلة الحلوة اللي احنا عاملينها دي، وبقى نرجع بالأكلة التانية ونرجع لكم على طول. ورجعنا لكم، تعالوا نشوف مع بعض عملنا ايه في الكشري. بصوا بقى، اول اما استوى الرز بالشعرية مع العدس حطيناه، يبقى كده حطينا المكرونة النوعين، حطينا عليها الرز بالعدس بالشعرية، وبعد كده حطينا الصلصة، حطينا التقلية، ورشينا رشة زبيب. الزبيب هيديله طعم جديد جدا، وده بقى التاتش بتاع عمايل ايديا، هيعجبكم جدا ان شاء الله. وعندنا هنا الدقة، عاملين خل، توم، كمون مع كزبرة ناشفة، وتقلبوا مع بعض، عملوا دقة جميلة جدا. وعندنا هنا الصلصة المشطشطة، وعندنا الصلصة اللي يحب يزود على الكشري، وبرضو عندنا البصل. دايما بنقدمهم مع الأربع حاجات دول، وطبق التقديم بيبقى حلو يفتح النفس. نعمل مع بعض بقى الوصفة التانية كده ونقول مع بعض. هنعمل الشعرية بالسكر. شعرية بالسكر ممكن تستخدموا معاها لبن وممكن ما تستخدموش. هنا طلبوا مني لبن، أنا كنت هعملها من غير لبن بس طلبوا مني اللبن، يبقى إيه هعملها لهم بقى باللبن وأمري إلى الله. هقول لكم كده المقادير بتاعتها. عندنا زبيب، عندنا الشعرية، سكر، قرفة، عندنا زبدة وجوز هند يعني نحلي شكله في الآخر بيه. وتعالوا نعمل مع بعض أحلى شعرية مسكرة اهو. الاول زي ما احنا شايفين كده هعمل الزبده، هسيحها. ممكن نعملها بشويه زيت بدل ايه بدل الزبده، يعني اللي حابب الزيت يعمله بالزيت، اللي حابب الزبده يعمله بالزبده. اهو كده هسيبها ايه تسيح. احنا النهارده مستخدمين الزبيب لان الزبيب ليه فوائد كتير جدا جدا جدا. اول حاجه الزبيب غني جدا بالالياف والحديد، ودي حاجه مهمه جدا لنا. تاني حاجه هو بيحتوي على حاجه كويسه جدا، انه بيخفض دم ضغط الدم المرتفع والكوليسترول، برضو بيقللهم يعني بيقلل الضغط وبيقلل الكوليسترول، فهو مهم جدا جدا ان احنا حتى ناخده مع الاكل، ناخده مع الحاجة الحلوة، يعني ايه نطعم بيه الحاجة. ولو هو مش متواجد عندنا احنا ممكن نعمله، هنعمله بطريقة لذيذة جدا، وبرضو يبقى كده حاجة ايه حلوة احنا نعملها في البيت. عندنا هنغسل عناقيد العنب، والاول هنحطها في الميه ونشيل، نحطها في الميه ونشيل، نحطها في الميه ونشيل، وبعد كده قالوا بقى ايه نحط الشعريه الاول ونكمل مع بعض اهو. وبعد كده هنغلي كميه من الميه ونحط عليها عصير ليمون، هنغلي ميه ونحط عصير من الليمون، وهنحط فيها العناقيد بتاعه العنب لمده دقيقه واحده بس. هنرفع العنب بعيد عن المياه المغلية وهنصفيه في مصفى، وبعد كده هنحطه في الشمس في مكان يكون فيه هواء، يعني ممكن في البلكونة، تطلعيه على صينية ويتحط في البلكونة متصفي طبعا ما فيهوش مياه خالص لمدة أسبوع أو أقل. وهنقلبه كل إيه يعني من هنا لهنا كده، تروحي تقومي إيه قلبة العناقيد كده كل إيه كل مثلا يومين، كل يوم كل آخر نهار كده تقلبيه، وإيه ويكون متساب لمدة أسبوع أو ست أيام مع تقليبه زي ما اتفقنا. وبعد كده هنقوم مفرطين بقى العنب نفسه من العناقيد، وإيه هنحفظه ونستعمله. وممكن نستعمل نفس الطريقة مع العنب وهو متفرط ومن غير العنقود، تمام كده؟ بس لازم نكون إيه عايزين نتأكد إن العنب نفسه الحبة ماسكة نفسها ومش بايظة، أوكي كده؟ يبقى إحنا عشان نعمل الزبيب في البيت بطريقة كويسة ما تبقاش مكلفة اهو كده يا جماعة، هحط بقى السكر اهو زي ما احنا شايفين كده، هقلبه كويس قوي قوي قوي
علشان نعمل الزبيب في البيت هنجيب العنب هنشطفه كويس بالمية كذا مرة وهنغلي شوية مية ونعصر عليها ليمون، هنعصر الليمون وبعد كده هنعمل ايه؟ هنقوم حاطين نقعينه فيها لمدة دقيقة واحدة مش أكتر من دقيقة يا جماعة، وبعد كده هحط ايه؟ بصوا رشة قرفة هنا أهو، رشة صغيرة جدا بس تدي ريحة، أوكي؟ الرشة تدي ريحة، وبعد كده هقوم مصفياه وهحطه أنا يبقى ناشف كويس جدا، هنحطه ممكن على صينية وتحطوه في حتة يكون فيها هواء، وده طبعا ممكن تحطه في البلكونة على شباك في جنينة حاجة جنبكم زي ما انتوا حابين لمدة أسبوع أو أقل، ومع طبعا التقليب لو مش هنعمله على إيد نتأكد إن كل حباية عنبة كويسة جدا ومش تلفة، تمام كده؟ تمام. عملنا إيه بقى دلوقتي؟ إحنا سيحنا الزبدة، حابين تعملوها بزيت بدل الزبدة أوكي، وبعد كده حطينا الشعرية إديناها كده وش خفيف، وبعد كده حطينا السكر ورشة من القرفة، وهنستنى بس عشان تكون أخدت لون حلو، وبعد كده هقوم حط عليها لبن وشوية مية أهو، نستنى بس شوية كده تكون أخدت لون حلو. نرجع تاني للشعرية، قصدي نرجع تاني بقى الكشري اللي احنا عاملينه، الكشري الجميل الحلو البيتي. اقول لكم تاني احنا عملناه ازاي. احنا سلقنا مكرونه النوعين، عايزين تعملوا مكرونه واحده مفيش مشكله، وبعد كده عملنا هتكونوا نقعين العدس في ميه مغليه، يعني تنقعوا الاول في ميه وبعدين هنغليه، الميه بتاعته مش هنرميها، الميه بتاعته هناخدها ونعمل الرز بالشعريه بالعدس زي بقى المحلات، بيبقى غامق سنه كده بيبقى حلو جدا، وهنحط معاه الكمون نملحه حلو كويس قوي، ونعمل عندنا اول حاجه هنعملها هيكون البصل، هنحمر البصل في الزيت، هنحمره في الزيت ونرش عليه رشه من الملح علشان يبقى مقرمش وحلو معانا. بعد كده هنقلبه نصفيه، خلاص هنطلعه على مناديل نصفيه عليها، وبعد كده هنقوم جايبين الزيت اللي احنا استخدمناه بالبواقي البسيطه اللي فيه نعمل الصلصه بلاش ننسى الزيت بتاعه ده، هنحط بقى معاه بصل، هنحط معاه ثوم، هنحط معاه معلقه صغيره جدا من الخل، وهنظبط الفلفل قرن شطه، وده مهم جدا يا جماعه مع الصلصه عشان تدينا الطعم المفلفل الحلو المشطشط، وبعد كده هنحط الطماطم ونقلب كويس قوي قوي قوي، وتحطوا صلصه، حابين تزودوا شويه شطه زودوا، وهنعمل بقى الدقه هنعملها بخل كمون كزبره والثوم، وعندنا طبعا الشطه بقى دي لا يعلى عليها، ويتقدم ويبقى حلو جدا. تعالوا بقى نشوف مع بعض كده الشعريه اخذت لون اهو، وعندنا السكر بدا يتكرمل اهو، يلا بينا نحط اللبن. يلا كده عندنا اهي استوت ومسكت نفسها، نقدمها بقى اهو، بس كده استنوا بقى نقدمها. طلعة حلوة جدا اهي، حابين تزودوها بقى تسقوها يعني باللبن ويتنقع فيها ممكن تعملوا كده، حابين تقدموها كده ونحط عليها جوز الهند والزبيب برضو هتطلع حلوة جدا زي ما انا عاملاها دلوقتي اهو. نحط بقى عليها الزبيب
رشه. ايه جوز الهند كده يدي شكل حلو. واو كده عملنا مع بعض وصفتين حلوين جدا. عملنا مع بعض حاجه مسكره طعمه وجميله وهي الشعريه، عملناها بالسكر والقرفه، وممكن تعملوها بالميه او ممكن تعملوها باللبن، وحطينا معاها جوز الهند وحطينا الزبيب، وقلنا طبعا كل فوائد الزبيب وازاي نقدر ان احنا نعمل الزبيب. وعملنا مع بعض هنا الكشري وقلت لكم برده طريقته ازاي. اتمنى يكونوا وصفتين حلوين سهلين يكونوا عجبوكم. استنوني في حلقه جديده من عمايل ايديا. Thank you.